عادل العلمي رئيس حزب تونس الزيتونة ورئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، أو ما يعرف في السابق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو واحد من شخصيات ما بعد الثورة، لطالما تصدرت تصريحاته لاين للصحف التونسية، مش على خاطرها قوية ولا مقنعة، أم على خاطرها أقرب للهذيان والتخاريف من أنها تكون تصريحات. تصريحاته دائما مثيرة للجدل. هو شخص عنده بارشة مواهب: الكوميديا، التطرف، الشغب، التمثيل، وما يسلم منه حد. لحم الهمامي اللي يوصفه بالخنزير ونعلى الخليوة ويتكلم باسم تونس باسم تموزيد وخلتها ونعودها الهمام رجال ونعرفوه وهذا مش منهم، ولا فريد الباجي اللي يوصفه مفتي شيطان، هذا بوهتين واضح متاع مفتي الشيطان، ولا الإعلاميين في بعض الأحيان عن الإعلاميين يعني نعرشنا يقريهم قلب الحقائق والكذب كأنه مهنة، ولا حتى سفير فرنسا إعادة النظر في هالمساحة الكبيرة اللي يتصرف فيها يعني سفير فرنسا تحت عنوان دار السفير. عادل العلمي يكفر ويحرم ويحلل ويفتي كما يحب في برشا مواضيع، أهمها إباحة الجهاد. الجهاد مباح بكل الوسائل كما تعلم تقنين نشاط المواخير، وكفر نواب التأسيس. وقت اللي يولي الكفر جهارا نهارا تحت غطاء حماية الدولة، وحلل رجم البنات اللي حطوا صور عارية في الفيسبوك. عادل العلمي عنده حلوله الخاصة لبعض الظواهر اللي عرفتها تونس، كما الاغتصاب القالوا حل حزام العفة، كما طالب فصل البنت على ابوها واخوها لتفادي الاختلاط، وبالنسبة للإفطار في رمضان القالوا الحل وهو تشكيل لجنة مراقبة المقاهي وتصوير الفطارة وفضحهم في الفيسبوك. حلول ثورية خرج بها عادل العلمي في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق أهداف الثورة، أهم برشة بالنسبة ليه من التشغيل والقضاء على الفقر وغلاء الأسعار، وأبرزها تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة. نحكيه ونحطه على الطاولة، معناها تعدد الزوجات مش أحرار، كما تلعب فكرة الفصل بين الجنسين لمقاومة الرذيلة. الفصل بين الجنسين في مقاعد الدراسة على خاطر توا ونقولها اللي يبعث بنته باش يجيب له الباك يجيب له الصغر. وآخر اقتراحاته هو العفو لكل سجين يحفظ القرآن الكريم، اللي يختم الستين مهما كانت يعني الحكم نتاعو يكون عنده أولوية في العفو. بالرغم من تصريحاته السياسية تعد بالمئات بعد الثورة، إلا أنه قبل 14 جانفي ما لقينا له حتى تصريح وحيد وما كانش معروف، وما يعرفوا حد كان أولاد حومته. هك علاش توجهنا لوين يسكن باش نسألوا جيرانه وأولاد الحومة على عادل العلمي شنو كان قبل الثورة. قبل الثورة كان خطر، هذا اللي نعرفونه. بعد الثورة أصبح في ليلة من وضحاها معناتها سياسي. هو يحكي معنا من الأصل. فهم عمرنا أنا أحكي معنا. هذا منا يمشي منا ويعمل في جماعة تونس. معناتها الطيبة اللي تخبوا اللي تحبوا اللي تحبوا. واحد من الناس وقت الثورة الفلفل وسل الكيلو بخمسة آلاف كان فيه. أكبر متحيل يقلبها من سليل حتى نحن مش لابد فوق ناس عليها الزيضية مالك نخدم الدقبة وحتى من بلدية نحن في المالية حتى للدائرة. أنا عرفت في الثورة بعلم سفنيلي في 2014 أكا هو هذي أما شنو هو ما هو شخصية سياسية ولا نكرة في المجال هذا هو نكرة. عادل العلمي الشخصية المجهولة قبل الثورة أصبح اليوم شخصية مشهورة نظرا لطريقة تفكيره المختلفة وتصريحاته النارية اللي مش متعود بها التونسي، لدرجة أنه صنف البعض كخطر على المجتمع. فهل أنه بالحق عادل العلمي مثل خطر على تقاليدنا وعاداتنا وحضارتنا، أم أنه مجرد ظاهرة صوتية مؤقتة باش تزول بمرور الوقت؟ يصبروا ويستنوا.